أكد الرئيس السيسي أنه عبر إنشاء الجامعات الأهلية يستهدف خلق مسار للتعليم بتكلفة مالية أقل لتحسين بيئة التعليم. وأضاف الرئيس السيسي أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها في العديد من المجالات مثل التعليم والنقل والصحة والقضاء على المناطق الخطرة. يقول لك إيه؟ دول بيعملوا الجامعات الأهلية دي عشان اللي يديها للأغنياء. لا، أنا بعمل مسار أطور بيه التعليم بتكلفة مالية أقل عشان أقدر أحسن في بيئة التعليم. بالمناسبة إيه المسار؟ مسار المتوازي. عندي قبح وعندي حسن، أخلص القبح ولا أعمل الحسن؟ أنا رأيي أعمل الحسن وأزود فيه وأقلل في القبح. ده اللي أنا بعمله في أي حاجة بنتعامل فيها في البلد دي. أي إجراء بنعمله في مصر يستهدف كده، أتخلص من القبح في كل شيء، في التعليم، في التعليم. طب أقدر أخلصه كله؟ لو قدرت كله هخلصه. طب في الـ في الـ في الـ في النقل والمواصلات أخلصه، في الإسكان أخلصه، في المناطق الخطرة والعشوائيات أخلصه.